أنا نشأت أول شيء من أسرة رياضية، من الوالد الله يرحمه يقمد روح الجنة، كان من مؤسسين الفرسية الجهراء. سنة 89 خدت الميدالية الذهبية وخذيت المركز الأول، بعد يعني معاناة كبيرة مع المنتخب أني أفرض نفسي، تم الحلم أني أكون أنا من ضمن المنتخب الكويتي، خلاص رسمي. طبعاً أحلى شيء يعني حسيت أن فيها منافسة، خذوا الرجال A و B فريقين وحطوا قائمتي بال B لأني كنت جديد، ودشيت معهم في مصر، رحنا مع عسكر مصر وتم اختياري هناك أني مع الرجال. طبعاً أدينا الواجب، تقريباً 30 يوم قعدنا هناك بمصر وبأحلى وجه، وشاركنا مع أبطال عالم. بعد مصر رجعنا حق بطولة أبها بالسعودية، رحنا أبها شاركنا تقريباً 8 لعيبة، وطلعت الأول بروحي، وهذا شيء يؤسفني وما ينفرح له، بس ولكن بالنسبة لي أنا أكون فرحان، يعني من ضمن 8 وكلهم أبطال وربعي ما فيهم كسور وأنا جبت هذا، أنا محظوظ والحمد لله، طلعت من أفضل اللعيبة اللي شاركت بابها وكافئوني، وحتى يوم جيت لهني بالقاعة التشريفات ويعني شرفت الكويت بأحلى وجه. هني عاد خلاص هني انعرف اسمي حتى بالكويت من نادي الجهرة هاني الرزني، خلاص هذا خذ الوزن اللي هو ما حد يقدر يسيطر عليه. قعدت مع المنتخب تقريبا من 2000، قول أنا المنتخب من 98 ولكن من 2000 بشكل رسمي وغير منافس، خلاص بدون تصفيات هاني مؤهل، كان يصفون لكن هم عارفين المنافس، خلاص هذا الشخص يدري أنه راح يجتاز التصفيات وراح يصعد. رحت شاركت طبعا معسكر المغرب، شاركنا بطولة القارات بالمغرب، وهم من ضمن 8 بالمغرب، هم جبت ذهبية، ومن ضمن تقريبا هذه ب2001 وجبنا ذهبية أنا وأخوي سلطان المطيري ذهبيتين، وهم هذا أهم شرف لي بعد أني أكون منهم ضمن 8 جبت ميداليتين، يعني هم للحين أنا استل موضوع اللي أنا من تبتن ناس ما تقول. رجعنا للكويت، هم تم اختياري مع ناصر بوفتين، كان من أفضل لعيبة على تاريخ الكويت، وهذا شخص يعني ينحسب له يعني شو نقول لك جهد ما يعني ما حد له فضل عليه، رجل صدق معنى الكلمة، في أخلاقه في مواعيده، علمني أشياء كثيرة، كنت أنا صدق شيء جديد بحياتي لما أتروح 4 شهور المعسكر، إحنا مؤهلين حق أولمبيات، طبعاً في نقطة لازم تعرفونها، أولمبيات أنا ما كنت أعرفها، أعرف هاللوجو مالهم اللي هي الدوار بس، ولكن ما حد شرح لي، وهذا أكبر خطأ في حياتي إنك أنت ما تعلم الشخص شنو يعني فرحتك لما تروح أولمبيات. صعدنا الطيارة، تفاجأت أن الطيارة كلهم يبون التوقيع من هنا، حتى أسأل اللي جنبي بوفتين قلت ليش شنو يبون من هنا ليش نوقع، قال الكابتن، كنت أنا ما أعرف طبعاً ولا كلمة إنجليزي، هذا بالحكي 2001، هو قاعد يقول بداخل الطيارة إن معانا لعيبة متأهلين حق أولمبيات سيدني، وقاموا الطيار كل المضيف والمضيفات الكابتن العموم يجي يوقع، وأسأل حتى اللي جنبي قلت له ليش نوقع، قال إحنا متأهلين، فبالنسبة لهم هذا حلم. فعاد يوم رحت أنا ما كنت، لأن أنا كان ناصر متأهل وأنا ما كنت متأهل، لأن هي فيها طبعًا هي أولمبياد ما تروح دايركت، تروح في تصفيات، وهو هذا اللي قام فيه كله ناصر بوفتين، يعني كان يعني بطولات ماخذ شوط كبير بالموضوع، وأنا جيت بالنهاية لأن تم كان بذاك الوقت ما في منافس حق مقارب حق ناصر بوفتين إلا هاني الرزني، فقالوا خلاص ناخذ ناصر بوفتين ومعاه الاحتياط هاني الرزني. رحت أنا وناصر بوفتين هناك، وهناك بدأت الصعب. هني فهمت إن خلاص في أولمبيات إن هذا حلم كل رياضي، أنت تستذبح على كل اللي قاعد تسويه، بدون أولمبيات أنت غير رياضي.
يعني الأولمبيات هذا حلم، ويعني حتى التعبير لما يعبرون فيه الأجانب لما أقول لهم شنو أنت شنو يعني لك، يقول لي شو حتى التفسير يفسرونه لك، يقول كأنك ماخذ قاطف نجمة من السماء، يعني الميدالية هذه نجمة من السماء. حتى وأنا أفكر قلت له يعني معقولة يعني هذه حجم البطولة، يعني هذا حلم كل رياضي. وإن شاء الله إن شاء الله أنا إن شاء الله يعني أنا أتعب الحين بما أني أنا مدرب أني أكبر هدف لي أي عقبة صارت فيني راح يعني أنجزه حق اللي يعني الناس ما تقول اللي أنا أدربهم، ولازم أفهمهم ووعيهم إن في شيء اسمه أولمبيات، لازم الرياض أي رياضي هني يفهم في شيء اسمه أولمبيات. أنا شاركت ببطولة العرب في الأردن جبت المركز الأول وربي لك الحمد. شاركت هذه بسنة 2004، شاركت في لبنان بطولة العالم المفتوحة وجبت فيها برونزية، وهذه فيها قصة كبيرة ولازم أشرحها والإخفاقات اللي لازم هذه منها أثرت فيني بحياتي، إنك إن يأخذونك من الدوام بنفس اليوم وتطلع باكر الصبح تروح المطار، توصل الساعة 11 بالليل، توزن الساعة 6 الصبح، تلعب البطولة الساعة 9. ما يصير ما يصير، يعني احنا المفروض نحضر قدامها اسبوع 10 ايام، مو معقول انا بنفس اليوم اجي بنفس اليوم العب لدرجة تتخيل. يعني انا واصل انا 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 البرونزية والله ما تعني لي كثر ما تعني لي الذهبية، وادي يعني واجبي باجمل وجه، ولكن انا وصلت مع ال والله ماني ذاكر اللي خسرت منه، فزت على القبرصي، فزت على سوريا، فزت على بلجيكا، خسرت مع كرواتي، ولكن انا اشطر منه بواجد وما بي يعني افضل نفسي لي عليه، ولكن انا خلاص وصل عندي التعب، قمت استفرق بنص الملعب، يعني انا واصل الصبح، واصل الساعه 11 بالليل، الساعه 9 انا لاعب. وهذه الاساليب للحين انا اشوفها، وهذا من اكبر خطا الاتحادات، قبلها 3 ايام 4 ايام لا تسافر، اقعد بالبيت، يعني لا تحمل لا طاقه لنا به. طبعا والحمد لله وجبنا مركز، وقالوا لي كمل، ما قدرت اكمل وطلعت والحمد لله، غيري يطلع بيد فاضي، انا طلعت برونزيه وهذا شيء مشرف، يعني انا الثالث. طبعا هذه من الانجازات، عندي انجاز ما شاء الله، اخذت طبعا فجر المفتوحه، وكان أميد بطل العالم على 4 دورات ما حد ينافسه، أطلع معها 5-5 ترجيحياً، هذا أنا عندي أكبر من أولمبيات لما تكون أنت بوسط جمهورة، وأربع سنين هذه ب2007 وتنافس على أرضه وبين جمهوره، وتوقف الجمهور وتوقف الحكام عشان يرشحون منه اللي يفوز، هذا إنجاز أكيد يعني أكيد يعني بديهياً يبي يفوز الإيراني 5-5، أنا من داخل وهو يرفع إيده، أنا كلي فخر كلي فخر مع بطل العالم و5-5 وعلى أرضه وبدون تفرق وغير ذاك الوقت ما كانت فيه الاحتراف اللي وقته الحين، يعني أنت تعرف الحين الفريق الإيراني يكون معه طاقم طبي، طاقم اللي هو حتى دكتور نفسي، يعني مجهز بكل شيء، إحنا كذي جنطتك يلا وبهالشكل مشكور. طبعا شاركت ببوسان كوريا، وكان محفل رياضي كبير، وكان كل طاقم الكويت موجودين، وهم كان هذا اللي حلم يعني اني اوصل للأولمبياد اسيا، وشاركت وهم اجمل وقت، يعني فزت انا 3 مباريات، الرابعه انا خسرت، وهذا لي شرف، ولكن انا يعني احنا نقدر وسهل، بدام انك انت توصل للثلاث مرات والاربع مرات توصل الخامس والسادسه ولا شيء، ولكن هم احنا يعني عطى الحق حقه، يعني ما يصير يكون انسان 6 شهور قاعد داخل اللجنه الاولمبيه ويتمرن كل يوم وهم احنا نبي ناخذ حقه. طبعا بعد البطوله قطر انا حطيت يعني خلاص تارجت، لازم احنا نوصل المكان احنا نبيه، خلاص ما نفرض نفسنا عليه، يا هو يجينا احنا باكمل وجه ولا خلاص وصلت تايلاند، وقلت إذا ما جبت بتايلاند أنا خلاص. كان هذا تقريباً 2010 و 2011،
وخسرت مع الأردن مع خفش من أفضل لعيبة الأردن، بطل العالم يمكن 3 مرات أو 4 مرات يتدوج عنده أولمبياد عالم، طلعت معه 1-0 طول المباراة، 3 دقائق 9 دقائق يعني على نقطة واحدة، يعني أعرف أنه مو قادر، وكانت من أول الدقائق نهاية الدقائق وأنا يعني كنت كله أنا الهجوم، كنت يعني أبحث على الفوز، ولكن قدر الله ما شاء وفعل توجهت على طول، قمت أخسر أجزاء من جسمي، كل يوم كسر بالمباريات المحلية، كل يوم كسر، خلاص ما صار الشغف اللي هو هاني 1998، الشغف المنتخب، الشغف اللي أنا كنت، خلاص شبع المخ إن كل يوم يروح بطولة، وأنا الحين أعطيتك نص مشاركاتي، ولكن المشاركات حافلة خذيت أنا 16 سنة بالمنتخب الكويت، ولكن قلت خلاص نحط تارجت ونوصل له. الحمد لله يا ربي لك الحمد، خذيت شهايد دولية، رحت الإمارات الفجر حققت شهادة دولية إني مدرب دولي، رحت السودان أخذت بعد هم ليفل 2 اللي هو بعد هذه، وخذيت الحمد لله شهادة، توجهت التحكيم عشان لأن السيستم تغير، النظام تغير، خلاص 10 سنين مو هي 10 سنين اللي قبل، حبيت أطور من نفسي، الحمد لله يا ربي لك الحمد، الحين أنا فاتح لي شركة أكبر أكاديمية بالكويت، والحمد لله هذه إن شاء الله هذه فخر لكل الكويتي، لأن هذه الإنجازات اللي كل أبوها عصرتها بدراسة جدوى حطيتها بهذه الشركة، وإن شاء الله إنه يفرح الشعب الكويتي، وأوعد الشعب الكويتي إن شاء الله بإذن الله إنه يطلع من هذه الأكاديمية واحد الأولمبيات يمثل هاني وشعب الكويتي.